الثالثه نيتل بي الدعوه اليه ووت جيملي سي خم خم بي مونيو نك للدعوه شروط وضوابط يجب ان تقوم عليها ومن اهمها نيلنا دعوه اي شروط اي شرط اكي ضوابط اكي مبي ليغا خما يكو تنك دا فاي ور نك ووت دال دي تخاو سي مبير يي سي كونديسيون يي شرط يي بوكنا نك سي سي غنم فلو ومن اهمها نيت بي تي جيتو موي ان تكون الدعوه خالصه لوجه الله تعالى موي ووت دا فور سيل غير بروم بي تبارك وتعالى نيارل بي موي ان تكون الدعوه مبنيه على العلم الشرعي ووت دعوه دا فور تبخو سي كو خم خم شريعه نيتل بي موي ان تكون الدعوه بالحكمه والصبر ووت دا فور عندك خرين اك موي رابعا ان تتم مراعاه احوال المدعوين دافور مات نك نيت كي سامونتيل بي موي سامونتيك مبيرب ني موي وو غير سامونتيك سيني مبير ندا خمنا ولا خمول نا خاليلا ولا ماغلا تاكو تاي ولا تايكو مو خم كي موي وو موم مبيرم فومو مبيرم فومو تول اك فومو ييم اك نو مومن مو ني نك ليك ندا يلي شروط ندا يلي شروط فال دنجو جيلي ندا خيل لا dedet at dalil ala hadiki shurut tetal buy woné ñenti condition ñu xon légui moy lan moy qawluhu ta'ala qul hadiki sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin la yabi din ci jangé lan condition ñu génné yeb borom tabaaraku ta'ala moné qul wax ji hadiki sabili al-musharu ilayhi huwa ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم قل وخال يونتي بي صلى وخال هذه لي ني جونجو نون لي ني جونجو لال لا ما جاء به رسول مو لا يونتي بي اندي سي شريعه موي هذه قل وخال هذه لما اندي سي شريعه سبيلي السبيل مو الطريق موي سما يون ادعو الى الله داماي ووتو جملي سي الله لي نك موي دلو الاخلاص بو نيوخون سانك الداعي الى الله هو المخلص كاي ووتو جيمالي سي يالا هو المخلص كوك موي كي سلال كا سلال موي كيغا خامتاني يريد ان يوصل الناس الى الله دافو بغا ييغالي نيت ني سي يالا على بصيره البصيره هي العلم موي خم خم ليغي نا خم خم بي تاش دا فاي يوبالي دا فاي امب لان نيتي كونديسيون يي ديسون غير اخلاص نيونا خم خم بالشرعي دغنا العلم بالشرعي العلم بحال المدعو خم خمو تي ميرو جيم جيغي و اك العلم بالطريق الموصل الى المقصود خم خم تاميت خم تاميت يون بيغا خامتاني مولاي ييغالي سي تجوبلو واي بيغا بك بيغا بك مون في كان المؤلف رحمه الله يقول إذا تعلمت ثم عملت وجب عليك أن تثير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح حيث قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إذن لا بد من الدعوة ملنني من ملنني كتال افتيري دفع وخني بو جانج ثم توب نغ جفة دفع ورتي ونغ دال لنك دخ نك كي لي يوننتي بي نيكون صلى الله عليه وسلم موم اكي صحابام اك ني نييو سين غناو لولو موي لان لول لا يالا وخني قل هذه سبيلي ادعو الى الله لا بث انا ومن تبني كون من تنياكلن من الدعوه تي ووتو